كل كلمة قلتها لك مظبوطة. المصيبة الكبيرة إنه وراني ورقة الجواز العرفي الأصلية اللي أنت ماضية عليها بخط إيديكي. دي أكيد ورقة مزورة. الورقة المزورة هي الورقة اللي حرقها قدامنا وإحنا بنخلص الموضوع زمان، وقال لي إنه طلقي طلقة واحدة بس رجعية، وإنه بينه وبين نفسه رجعك تاني لعصمته. يعني انت تعتبري مراته لحد دلوقتي. يا نهار اسود، وجوازي من محمود؟ انا مش عارف، انا مخي وقف خلاص، مخي هيتشل. يا مسرتي السودا، يا مسرتي السودا، يا مسرتي السودا، يا مسرتي. هدي هدي نفسك بس، هدي نفسك، خلينا نفكر كويس، نفكر بهدوء في حل المشكله دي. هدي نفسي ازاي؟ ده انا الدنيا اتربعت على دماغي. الكلب الحقير ده ازاي يقول الكلام ده؟ هو صنف واطي وحقير، مفيش حدود لسفالته. الورقه دي مصيبه، لازم تتجاب منه وتتحرق باي ثمن. هو بقى حاطط الورقه دي قدام قرار التخصيص لارض شرم اللي كانت مخصصه لشركته. ده قرار وزاري وصادر، يعني استحاله ترافع فيه. مو بالشكل ده هيبقى فتحنا نفسنا نار جهنم يا وفاء. وبعدين لو نفذ تهديده فعلا وراح للنائب العام، الخسائر هتبقى مهوله. انا موقفي هيبقى ايه قدام محمود وقدام ولادي وقدام المجتمع؟ الناس هتقول عني ايه؟ هيقولوا معالي الوزيره بنت الاسره العريقه متهمه في قضيه جمع بين زوجين. انا شخصيه عامه ومسؤوله في الدوله، يعني الجرايد والاعلام ما هيصدقوا. دي مش هتبقى فضيحه الموسم وبس، دي هتبقى فضيحه القرن. ما انا عارف اقول لك ايه يا وفاء، انت عندك حق يا بنتي. طب انا دلوقتي قدام ربنا، جوازي من محمود صح ولا جواز غلط وباطل؟ والله ما انا عارف اقول لك ايه يا وفاء. طب مش الشيخ اللي احنا رحنا له قبل كده قال ان جوازي من الكلب اللي اسمه كامل ده يعتبر باطل؟ لا، هو ما قالش انه باطل، قال يعتبر منقوص. معرفش بقى منقوص دي تبقى باطل ولا مش باطل. طب احنا لازم نروح له يقول لنا ايه راي الدين ويشوف لي حل في المصيبه اللي انا فيها دي. طيب هدي نفسك بس يا وفاء، هدي نفسك. بكره ان شاء الله هتصل بيه وهحدد معاه معاد، هنحط الموضوع قدامه بكل تفاصيله ونشوف ايه راي الدين في المعضله اللي احنا فيها دي. ده هتبقى مصيبتي سودا، هتبقى مصيبتي سودا لو طلع جوازي من محمود باطل وجوازي من اللي اسمه كامل فهمي ده كان مشكوك فيه. المهم دلوقتي واللي انا بفكر فيه الواطي اللي اسمه كامل فهمي ده، هنعمل معاه ايه؟ انا مش عارف افكر في اي حاجه لحد ما اطمن الاول على صحه جوازي من محمود. ربنا يعلم يا وفاء يا بنتي قلبي معاك قد ايه، بس المهم دلوقتي واللي قدامنا ومفيش مفر منه انك اول ما تروح الوزاره بكره تمديله القرار بتاع التخصيص وتديهوني ارميهوله في وشه واخد الورقه بتاعتنا ونخلص من تهديداته. وزاره ايه اللي عايزني اروحها بس يا عم؟ مش بشوف حل في الكارثه اللي انا فيها دي. وبعدين يا وفاء الكلب المسعور ده مدينا فرصه 3 ايام، لو ما استلمش القرار هينفذ تهديده. اطمن الاول على صحه جوازي من محمود، وبعد كده نبقى نشوف هنعمل ايه مع الكلب الحقير اللي اسمه كامل زفت ده.